نعم وحشتيني. كان فيه وخلص. يجي تاني؟ يا سلام، هو في احلى من بيع والشراء؟ والشوال اللي يخلص نملاه. انت هتمشي ولا صوت والم عليك العماره؟ ولا يهمني، اصل انا اموت في الفضايح. انت اصلك هتصرخي ونروحوا الجسم سوا ونعملوا محاضر في بعض، وفي الاخر يعني التحريات هتثبت انك يعني ولا مؤاخذه، وفضحتك في العماره هتبقى بجلاجل، وانا في الاخر هخرج منيها ولا حد هيسمع عني حاجه. ولو حد سمع عني حاجه هيقولوا واد فالت مش لاقي حد يلجمه، او هيحسدوني ويقولوا يا ابن اللذينه صايع. ها ندخله ولا تصرخي؟ يبقى ندخل. بقول لك ايه، الحركه الوسخه اللي انت عملتها فيا دي مش هعديها لك وعمري ما هنساها. يعني انت اللي حركاتك زينه قوي؟ ما انت كنت عايزه تنفضيني وانا ما بحبش اللي يشتغلني. اتضايق قوي. طب افرض يا اخي اني بستنصح عليك شويه، وفيها ايه يعني؟ ما تعديها لي بمزاجي. وانا قلت حاجه غير كده؟ ما كله بمزاجك. بقول لك ايه، وحياه ابوك قوم امشي من هنا، عشان انا بقى بصراحه مش طايقاك. مش بمزاجك. لا انا ما قلتلكش ان انا قررت ان من هنا ورايح كل حاجه تبقى بمزاجي. لا يا حبيبي، ما عادش خلاص. اهدي ندى، بتقول للفلوس لا؟ لاني بصراحه كده اكتشفت ان الفلوس مش كل حاجه. حقيقي؟ حقيقي، من ساعه ما سبتني لوحدي في الاوتيل من غير ولا مليم. فاكر ساعتها لقيت نفسي لوحدي مش لاقيه حتى حد يطبطب عليا. قلت يا سلام يا بنت لو في حد يحبك بجد. اسكت، مش انا اكتشفت ان الحب ده اهم حاجه؟ الحب؟ وده من متى؟ من النهارده. وماله؟ الواحد يحب زي ما هو عايز ويتشحتف كمان. بس بقى اللي انا عايزه ده حاجه تانيه خالص. انا مش معترض انك تحبي، انا معترض انك تخلع مني، لان ده مش هيحصل. لقيت حاجه تلف في الدماغ وخلاني ما دريانش بحاجه. هاي عبد الله اخويا ده مكدر دماغي، مش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه. ما تفكرش كتير يا عبد الحكيم، المكتوب مكتوب والدنيا من فاتة، واللي عجبين لازم تشوفوا العين. وعبد الله له رب كريم، هو اللي حيشفيه ويعافيه. نوال، مواويل بنات اخوي شغلاني. تنساش عرضي، تنساش ان عمهم. انت مش عمهم وبس، انت كبيرهم وكبير العيلة كلها. وبعدين هم محتاجينك دلوقت أكتر من أي وقت. ربنا يعينك عليهم ويقويهم. أيوه، هم البنات هم مالوش آخر. أيوه، لا تقيلة ولا حاجة، أنت عندك شمس وأنا عندي نجوى. أيوه، عندك نجوى لكن عندك كمان بشارة، وأنا عندي شمس لكن في مروان وحسن، دول اخواتهم. يعني لو البنات جوازهم خلوا بيهم يقدروا يقفلهم. ايوه، لكن عبد الله لو لا قدر الله حصل له مكروه، بنات هتعمل ايه؟ دول ثلاث بنات غير كريمه، ربنا يستر. ما قلتليش
عملت ايه مع مرتك اللي مغلباك دي؟ عاوزها ترجع عشان العيال، بس هي ما عاوزاشي. منشفة دماغها وعجباها العيشة في بلاد الأجانب والشحططة هناك. منها لله، العيال وحشوني قوي، وحشوني قوي عبد الحكيم. ربنا يحرمها من نور عينيها زي ما حرمتني منه. أنا خلاص طهقت، الدنيا بقيت ناصخة في عينيا. هدي نفسك، بسيرهم إن شاء الله يرجعوا. يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، يا ريت العمر ما عادش فيه كد اللي راح، ونفسي أشوفهم قبل ما أموت، بس خايف ما يحصلش. بس اللي مطمني بشارة ولدي كلمني وقال لي إن هو عايز يرجع يعيش في مصر تاني، ونجوى بنتي برضه كلمتني وقالت لي نفسها تشوفنا أنا وأمها مع بعض تاني، بس أنا مش حاسس إني عاوزها زي الأول. أوه سيبك من المشاعر والأحاسيس، المهم ولادك يرجعوا لك. تاكل؟ ماليش نفس. لا مالكش نفس إيه؟ تعال أنا عازمك على أكلة لحمة راس في الحسين. المعدة ما عادتش تتحمل الوكل ده زي الأول. بالنسبة لك أنا معدتي تتحمل الزلط. قوم قوم يا إسحاق، قوم يلا. شارقه وغربه على رجلي، ما كنتش قادر اخطي خطوتين من السرير. معلش يا حبيبي، ان شاء الله هتبقى كويس وربنا يعيش فيك، بس انت ما تستعجلش يا عبد الله. ما بينهاش قوم يا كريم، ما بينهاش قوم. ما تقولش كده يا عبد الله، الشفاء يا اخويا بيجي بالايمان بربنا مش بالضعف اللي انت فيه ده. بعدين انت عبد الله اللي راح ولف وجه وفحت في الصخر يبقى ضعيف بالشكل ده؟ غصب عني والله العظيم، غصب عني يا كريم. لا ما تقولش كده، انا ما بحبش اسمع الكلام الفارغ ده منك. ده اختبار من ربنا يا عبد الله، بيمتحنك. ما كانش عندك وادالك، بعد ما ادالك خد منك. امتحان واختبار، ومش ليك انت لوحدك، ده لينا كلنا، ليا والبناتك. الامتحان ده عايز يعرف ايمانك بيه قد ايه. انت عايز تاخد كل حاجه من الدنيا من غير ما ربنا يعمل لك امتحان؟ لا تبقى غلطان، ده بيمتحنك ويشوفك هتحمده على الوحشه قبل الحلوه ولا لا. ايوه كده، الكلمة دي دايما تبقى على لسانك عشان ربنا ياخد بيدك ويشفيك، وياخد بيدك وبيدنا ويشيلنا من الكرب اللي احنا فيه. وفي الأول وفي الآخر يا عبد الله احنا راضين وحمدين ربنا، الحمد لله. نعم بالله يا كريم، نعم بالله، انا راضي بكل اللي كتبه ربنا. زي ما تقولي كده قلبي وكلنا على البنات. بنات ايه يا راجل؟
هو انت مخلف بنات يا عبد الله؟ انت مخلف وحوش بيخربشوا رجاله بشنبات طالعين لي كريم امهم كارميلا. ايوه كده اضحك بقى، اضحك اضحك عشان خاطري. ربنا يخليك لي وللبنات يا كريم. بت الجزمه دي كم ناقص تديني جلانين؟ ايوه والله يا جبريه، كلكم وريتال دي كوم لوحدها. اها البت زي ما تكون ما صدقت. دول لو اتمكنوا ما هتجملناش جمعه تاني. اسمع مني. والله عندك حق، بس ايه العمل؟ ما عارفاش، ومش عارفه كمان ايه اللي في دماغ عبد الحكيم. لا لا لا، الا سحبته ده لا ممكن يعمل حاجه الا ما يرجع لنا الاول. مش مع دول البنات لافين عليه لفه، اجارك الله، دول بتشحين وتندب في عينيهم رصاصه. صح والله، وتحسيهم كده قادرين وما عاملينش حساب الحد. اقطع دراعي اما كانت هي اللي بعتت جبهه اخوها عبد السلام. اها ايوه، امال ايه؟ عشان تبقى هي وبناتها من ناحيه واخوها عبد السلام من الناحيه الثانيه، على اخويا الغلبان اللي جبت اجله. طب والحل؟ مش عارفه يا جبريه، مخي عمال يودي ويجيب ومش عارفه ارسع الحل. هو مروان فين؟ تلاقيه مع واحده من البنات بتلف عليه عشان تبقى بنت عبد السلام الاولانيه وبنت كريمه الثانيه. اقسم بالله لكون ذبحاهم التنين. ايوه يعني انت تقصدي ايه؟ مش عارفه، حاسه كده غريب مش طبيعي. مجنون يعني ولا ايه؟ مجنون ده انت كمان. بالعكس انا حاسه ان الولد عاقل جدا، بس كانه مقسوم نصين. يا سلام على الفلسفه. بس هو بصراحه يعني الواد جامد، شكله دخل دماغك. ما بلاش بقى الطريقه دي بقى واحترمي نفسك شويه. وانا قلت ايه؟ انا بقول لها جامد وشكله دخل دماغك، وبعدين يعني عادي، وانت مش شايفه هي بتتكلم عليه ازاي؟ شكلها متيمه بيه على الاخر. هطلعك بره. لا خلاص، انا عايزه اقعد معاك واسمع كل الكلام الحلو ده. يبقى اسمعي وانتي ساكته. انتوا عارفين؟ انا حاساه كده عامل زي القصص والروايات اللي انا بحب اقراها، بس كانه بيدور على حاجه مش لاقيها. حاجه ايدي نفسه مثلا. يا سلام، انا بتكلم بجد بقى. على فكره لما اتكلمت معاه كده حسيت كانه مش راضي عن اي حاجه في حياته، او انه عاش كده من غير ما يفكر، او انه اكتشف مثلا انه كل حياته دي كانت غلط. وطبعا عايز يعيد ترتيب اوراقه ويختار صح، مش كده؟ لا مش كده، مش كده يا مرسان طويل. وحياتك انت هو ده اللي هيحصل. بكره تقولي ريتال قالت. انا هقوم انام بقى، تصبحوا على خير. نسيت صحيح اقول لكم حاجه. الست جبريه بتتصنط على البيبان. بس ما تقلقوش، ظبطتها. يلا تصبحوا على خير. انت من اهل. نهار اسود. ايه؟ في ايه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 2 الا ربع. انت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. انت اصلك مش فاهمة حاجة. وانت هتخلع ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي، ولو اتاخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب قول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوه بينا ده كان محبه. ده انا كنت حاسس ان انا وانتي سمر ومهند. نعم يا روح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمر خانو.
واطي وابن كلب. أيوة مروان، أنت فين؟ طب ليه ما جيتش البيت هنا؟ البيت عندك زحمة، مش ناقصين واحد زيادة. لا أنت كده بقى بتتهرب. أهرب من إيه؟ من نفسك أكيد. تعرفي أنا عايز إيه دلوقتي؟ أقول لك أنا عايز إيه؟ عايز تشوفني ونتكلم مع بعض وتطلع كل اللي جواك، مش كده برضو؟ ده حقيقي مروان، اوعى تكون بتحبني. لا ما بحبكيش. ايوه كده، علشان حكايه الحب اللي بتيجي فجاه دي بصراحه انا ملهاش عندي اي لازمه. انا محتاج اقول كل اللي جواي. تعرف يا زينب، تعرفي لما يكون نفسك تقعدي في مطرح بعيد عن الناس وتصرخي تصرخي تطلعي كل حاجة سلبية، تعرفي لما تحس انك عايزة تقعدي مع واحد وتكلميه ويفهمك، يفهم انت بتتكلمي ايه. ده اللي نفسي فيه. وانت بقى شايف انه ممكن انا اكون مثلا يعني بالشخص ده؟ ايوه يا زينب، ايوه انت. احساسي بيقول لك ده. لا والنبي بلاش احساسك ده، عشان مشيت ورا كتير قوي قبل كده وطلع موديك في 60 ده. لا مش المرة دي يا زينب. مروان انت عايز ايه بالظبط؟ نبقى اصحاب، نتكلم، لما اكون متضايق اكلمك وتسمعيني، بس مش انتي من دمي. بص، هو مع ان اللي انت بتطلبه ده غريب، بس خليني اقولك ان انا هوافق. يلا بقى تصبح على خير. حاسك الصبح قلقني قوي، خفت عليك، حسيت اني في حاجة تعبك، قلت لازم اجيلك، بس قلت مش هجيلك بالهدوم اللي طلعت بيها من البلد. قلت لازم تشوفني لما بنزل مصر، ببقى عاملة كيف عشان تعرف اني مش اي حد واني اشرف قوي. انت حلوة قوي وانت داخل دماغي ومش عايز تطلع. حاولت، والله حاولت اقول لك. أنا قلت يا بنتي يا فريدة هتنزلي تجري وراه، هيقول عليك إيه؟ ميتة عليه؟ بس قلبي هو اللي جابني، وقلت أنا بحب أكتر، واللي بحب أكتر يقرب أكتر، ولا إيه؟ فريدة، أنا عايز أقول لك عن حاجة. حاجة واحدة بس؟ يا لهوي، قول حاجات، أنا سمعك للصبح. يمكن كلامي ما يعجبك يا شي. أي حاجة منك بتعجبني وتدخل دماغي. بص، أنت ما تعرفنيش، أنت فاكر إن أنا مش هفهم كلامك؟ تبقى غلطان، تبقى مش واخد بالك مين فريدة. اسمعي، اني بفكر فيك هي ده حقيقي، واني ببقى مستني انك تكلميني واسمعك وانت بتقولي بحبك يا مروان
مش قادر اشيل عيني من عليك. ببقى مبسوط قوي. ده انا كان نفسي تكوني معايا دلوقتي. بس انا بعيده لسه ما دخلتش هنا. مش فاهم. هقولك على حاجه انت مش عارفها ولا هتعرفها ولا اي راجل في الدنيا دي هيعرفها. قولي. الرجاله ما تعرفش هي بتحب ميتة ولا تعرف هي بتحب مين ولا تاخد بالها اصلا انها بتحب الا بعد ما يفوت الاوان او يكون فات وقت طويل قوي بينها وبين اللي بيحبها. اصل الرجاله بتحس انها لما تبقى قافله قلبها وجديده على نفسها كده انها قويه. بيخافوا من الستات لا يحبوهم عشان زي ما بيقولوا كده يعني ما يركبوهمش. بيخافوا يتهزوا ويوقعوا وبيخافوا الحب يبهدلهم. يا فريده انا عايز احب بس. وخايف. اسمع مني اللي بقولك عليه ده هو الصح. انت عارف لو تسمع كلامي هتعرف الحب على أصوله. وحياتك عندي ما هتشوف غيري ولا قلبك ده هيتفتح لحد تاني. تعال نجربوا بعض نتجوزوا يا نعيشوا مع بعض يا نسيبوا بعض. نتجوزوا سكيتي بس رسمي. ايه رأيك؟ اسمع مني اللي بقولك عليه. أنا العاشق. أنا العاشق الباحث عن قطرات العشق. أنا القلم الذي يقطر دما. أنا كلمات العشق المنسية. أنا كلمات لم يعد لها معنى في قاموس العشق. بس هتصحي نايمين. مش تكحي. اتخضيتي يا بيضة؟ مش في كل الأوقات يعني. تعالى هنا. انت شارب ولا ايه؟ في بيتك. بس تعالى. أبويا جوا؟ لسه ما جاش. كويس. بس أمك وعمتك قاعدين جوا. لا أمي وعمتي مفيش منهم خوف. غريبة دي. تصدق بقى ان انا كنت بحسب ان امك وعمتك دول هما اللي مربين الرعب في البيت يعني؟ سيبك منهم. المهم انت اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ صحي عشان اكفشك يا خفيف. صدقي ان انا مبسوط قوي. عليا النعمه لو اعرف ان ليا بنت عم في الحلاوه دي. انا كنت سبت البلد وخلعت من زمان. خلعت يعني ايه؟ ايه؟ وانا مش عاجبك؟ عجبني؟ تجننت يا ابني انت ولا ايه؟ هو انا عشان وقفت اتكلمت معاه خلاص هتسوق فيها؟ سكتنا له دخل بحماره. ايه حماره دي؟ وبعدين وماله لما ادخل بحماري وحصاني وجملي كمان؟ انت لو لفيت الدنيا مش هتلاقي حد زيي. ده انا دماغي عاليه قوي وانت شكلك بتحب الدنيا زيي. طب يلا يا خفيف يلا عشان امك لو شافتك واقف معايا هتقل منك جامد. حر الدنيا قوي. حر ازاي يعني؟ تيجي ناخد غطس. غطس؟ لوكال قوي على فكره. انت مجنون يا ابني انت؟ طب جنان بجنان بقى. انت بتعمل ايه؟ بجلع. يا نهار اسود انت اكيد مجنون بجد. مجنون مجنون. حسن حسن استنى بس هقول لك على حاجه. يا حسن لا يا حسن النبي المايه ساقعه يا ابن المجنونه.
تنزل زي دلوقتي يا عبد الله. انت خلاص ما بقتش تقدر تتحرك عشان تعمل اي حاجه، لازم يتشيلك ويتحطك. مش عارفه ليه ما بقاش يجي لي نوم خالص. اكيد بتفكري في حاجه. بتفكري في ايه؟ في مروان ابن عمك. وش كده؟ ده متجوز يا بنتي. اهدي بس على نفسك شويه. انا بفكر فيه كشخصيه محيره بالنسبه لي مش اكتر. ناويه تحللي نفسيا؟ والله يا اختي ليه كنت اعرف. لا بجد، ايه اللي مخليكي تفكري فيه وصحيه لحد دلوقتي؟ زمان وانا في الجامعه كنت بستهي في الولاد قوي، وانا شايفاهم طول الوقت عمالين يجروا ورا البنات وسايبين كل اللي وراهم، وحتى برضو بعد كده في الشغل كنت بشوف الرجاله قد ايه تافهين وهما طول الوقت عمالين يلاحقوا الموظفات، وكل واحد فيهم ايه عايز يثبت انه نجم المكان. ايوه انا مش فاهمه برضو ايه دخل مروان في اللي انت بتقوليه ده. انا لما اتكلمت معاه خلاني اخد بالي انه الفكره مش مين بيجري ورا مين، هما اكيد كانوا بيدوروا على الحب. وده اكتشاف بقى ولا ايه؟ بالنسبه لي انا اكتشاف طبعا، ما انت عارفه. على فكره مروان شخص طيب جدا. انت عارفه ان هو ما بيحبش ناديه مراته ولا عمره حب قبل كده. وانت بقى اللي ناويه تفك عقده مش كده؟ لا يا ستي، لا فك عقده ولا يفك عقدي. هقولك على حاجه، بتقومي تنامي؟ لا انا مش هنام لوحدي، انا هنام معاكي هنا. انا بصراحه كده من ساعه ما العقارب دول سكنوا البيت وانا بقيت اخاف انام لوحدي. انا مش عارفه هيمشوا امتى بقى. انا بجد مش عارفه انت عملت كده ازاي. لا انا عجبك ده، انا بوهت. يا ماما يا زينب، في ايه؟ في ايه يا ريتاه؟ ماما ده الحين ماما بسرعه. هو لسه فيه الروح؟ انا عارفه ايه اللي عمل فيك كده. عبد الله خد يا اخويا، ارفع معايا كده لفوق. مهدي وراك. انت عارف ان روحي مربوطة بروحك، واللي بيني وبينك مش بس اتنين متجوزين وبينهم عيال، لا دي دنيا محدش يعرفها ولا عاشها ولا حد غيرنا هيعرفها ولا يقدر يعيشها. لو جام هيقول، ولو قال هتبقى نصيبة يا مرار الطافح. ليه عملت كده؟ أقول إيه؟ الشيطان ضحك علي قال لي يلا اخلصي منه ومن زنه على عبد الحكيم. بس ما ماتش، ما ماتش يا مراري. وهيقوم وهيحكي وهيقول، وعبد الحكيم هيقتلني يا مرار الطافح. يا نهار مجندل، صح هو ممكن يموت؟ ايه زعلانه انه هيموت؟ من امتى بتزعلي عليه ولا يهمك امره؟ لا يا فوزية، مهما كان ده اخوك انتي، صح في حاجات كتير مش قبلها ومش حباها في اللي بيعمله، بس يموت؟ لا، يسيب الدنيا؟ لا. وبعدين لا قدر الله يموت عبد الحكيم،
تلاقي نفسك في يد كريمة وبناتها ولا في يد جبرية أولادها؟ لا لا، اوعى تسيبني يا عبد الله، اوعى. يا رب انت اللي قادر على كل شيء، يا رب لو في عمري لسه بقية يبقى معاه، ولو راح برضو معاه زي ما عشت عمري كله معاه. هروح معاه، يا هروح وراه،